نفسه. يعني الهلال في هذه البطولة يمثل نفسه. يمثل نفسه، في الأخير البطولة ستكون إن حصلت فتكون للهلال. وإن لم تحصل الخاسر هو الهلال. طيب. طبعاً اسمح لي بس مع البداية، يعني أنا أقول لك إنه هذا الكلام مردود على دباس. في الاتحاد الآسيوي يقدم الهلال بأنه السعودي، لا يقدم الهلال بأنه الهلال وفقط، وبالتالي هو ممثل الوطن شاء دباس أو أبى. عموما راح نرجع لاستكمل حوارنا وحديثنا مع ضيوفنا. نتوقف مع كليب وبرجع أنا لك. انا عندي تعليق بسيط. عندي كليب وبرجع تعليق بسيط. لو فاز الهلال في الاتحاد الاسيوي نادي الهلال السعودي هو صحيح الفاز. صحيح. طيب عموما نتوقف مع هذا الكليب ونعود لاستكمال الحديث. الوعد باكر، الوعد باكر، لو تأخرتي لا يجي باكر. الوعد باكر، الوعد باكر، لو تأخرتي لا يجي باكر. ما أبي باكر بدونك، ما يا الزملاء على هذا الكليب. أعود لاستكمال هذا الحديث مع ضيوفنا. أبدأ معك أبو عبد الله. أبو ساري سخلنا الحلقة قبل شوي. هذا أعتقد أنه نقاش شائك بالنسبة لي الكثير. كيف ممكن نوصل لنقطة التقاء بالنسبة للمجتمع الرياضي؟ أنا قلتها قبل، يعني أنا أستوعب هذا الطرح لما يكون من مشجع محتقن أو مشجع حتى غير محتقن، ولكن مشجع لا يعي نقول رسائل التشجيع المثالي. لكن من دباس ومن بعض الإعلاميين ومن بعض الشخصيات العامة أنا صراحة يكون لي موقف هنا. دباس يقول الهلال في هذه اللحظة لا يمثل الوطن. لا، دباس هي وجهة نظر في نهاية المطاف، ولكن وجهة نظر مردود عليها. يعني أنا على يقين حينما يحقق الهلال اللقب سيكون في مقدمة مستقبلي كبار قادة الوطن، من خادم الحرمين الشريفين إلى ولي عهده إلى الرئيس العام لرعاية الشباب كقائد للرياضة السعودية. هل استقبلوه بصفته الهلال؟ لا، أكيد استقبلوه بصفة ممثل الوطن، سيستقبلونه بصفة أنه رفع راية الوطن، سيستقبلونه لأنه استعاد هيبة الكرة السعودية في محفل بحجم المحفل القاري. هذا أبسط شيء يمكن أرد عليه على دباس أو غير دباس، بأن الهلال والنصر غداً والاتحاد قبل ذلك وبقية الأندية الأخرى هي ممثل الوطن بمجرد أن تغادر أقدامها عتبة المدن السعودية. عبد الوهاب، كيف أقنع الجماهير الرياضية المتزنة، أنا ما أقول لك المتعصبين، المتزنة، بأن بالفعل الهلال في هذا المحفل هو باسم السعودية، يلعب باسم الوطن؟ أنا قلت رأيي قبل شوي مختصر. لا، بس أنا كيف أقنع الجماهير؟ شوف، أو من الصعب في البداية أقنعهم. يجب أن لا نزايد على الوطنية، لا نمنحها من نشاء وننزعها من نشاء. هذه نقطة جدا مهمة على جميع الأصعدة وليس على فقط في الرياضة. ولكن سألتني عن وجهة نظري، إعلان شخصية اعتبارية أو لها منصب أو لها صفة، سواء لاعب، مدرب، إداري في نادي أو إعلامي، أنه سيقف ضد من النادي اللي يمثل الوطن. وأنا أصر على النادي اللي يمثل اللي يلعب في بطولة خارجية يمثل الوطن، لأنه في الأخير نهاية بعد اسمه يكتب السعودي. لو ما يمثل الوطن يكتفوا باسمه فقط. ثقة تامة أن الأستراليين مع ناديهم الآن، وأنا على يقين من ذلك. ما أقصده أنه المزايدة على الوطنية أمر مرفوض، ولكن
لا نظهر بالشكل البشع اللي شفنا فيه، يعني بعض الشخصيات اللي ظهروا فيها، وما أقصد أحد معين صدقني، ما أقصد أحد معين، لكن أرفض أنه شخص له اسمه وشهرته ومؤثر في الجمهور، شخصية عامة، نعم شخصية عامة، أو حتى مشجع يذهب يسافر إلى مكان بعيد ليشجع الخصم، خصم النادي السعودي، هذه أرفضها، لأنه هذا راح يظهر في الإعلام. أنا ود السؤال الأهم اللي يعطيك حجم المشكلة، ماذا ستقول مثلا إعلام استراليا عن الشخص اللي وقف السعودي، اللي وقف في وسط جماهيره ومشجع ضد نادي سعودي، وش وجهة نظرهم عنه، شلون يفكرون تجاه هذا الشخص، هل هو ظاهرة إيجابية أو سلبية بالنسبة لنا كسعوديين؟ طيب هل هو حالة استثنائية أو هي حالة استثنائية قليلة؟ لا هي حالة استثنائية، لأن في المقابل صحيح، في منافسين صحيح دعموا، أنا ما أختلف معك، نعم، وهذا اللي بوصل له، هو عمل القلة هذا هو نسجبه ونستنكره، لكن الأغلبية نثق أنهم على يعني مع مثل الوطن، ويقفون على الأقل مثل ما تفضل الأمير عبد الرحمن مساعد في حوار شاهدته لها من يومين تقريبا، وقال بعضهم صامت ولا يريد، لا يحب أن الهلال يفوز، لكنه صامت لا يعلق، وهذا من حق، من أبسط حقوقه كمشجع على فكرة، يعني كمشجع ضد نادي اللي يلعب في البطولة أنك ما تبغى يفوز، ولكن إعلان هذا الشيء وإعلانه بشكل يعني مقزز بأمانة، هذا المرغوب. طيب هذا اللي أحب أوصل له، واللي حسم الموضوع مسألة المزايدة على الوطنية، أنا في نظري لا أكيد ما نجرد عن وطنيته، صحيح بالتأكيد، ولا نربطها بالوطنية بالتأكيد، اليوم خلنا نكون أكثر واقعيين ونعطي الأمور لأهلها. اليوم أنا قريت تصريح لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء أوضح وجهة نظر الدينية الشرعية، ووجهة نظره هو طبعا الدينية الشرعية، ووجهة نظره من ناحية نزع الوطنية، وقال يعني لا يمكن أنه ندخل كل أمر في الوطنية. طيب. فأنا ما أنزعها ولا أهبها لمن أشاء، ولكن أرفض بعض الأشكال اللي أراها، بعض المواضيع اللي أراها وتطرح في الإعلام، وبنفس الوقت قصدك اللي يتعاطون مع الموضوع هذا بصورة مبتذلة بالتأكيد. طيب. وهم قلة مثل ما تفضلت. نعم واضحة. طيب أبو ساري، ما هو موقفك من رفع شعار كلنا سدني ضد الهلال والذي يمثل الوطن، وإن كان لك تحفظ على هذا الوصف؟ يعني لاحظة عبد الوهاب قال أن الهلال يمثل الوطن أو أي نادي، وأنه ما عنده مشكلة في أن مشجع أو حتى إعلامي أو يتمنى هزيمة الهلال بس لا يعلنها. أنت أيد في هذا يا عبد الله؟ لا أنا من حقي يتمنى بس لا يعلن؟ الأماني أنا ما أقدر أنا أنبش النوايا، أنا بالفعل متى ما وجدت أنا شخص يعبر بشكل صارخ عن، وأنا قلت لك الجمهور لا أستطيع أن أضبط عواطف جماهيرية تكون طاغية، أنا أتكلم عن الشخصيات العامة التي بالفعل هنا تخدش التنافس الشريف، هنا تظهر تظهرنا بشكل غير لائق. لكن مو سؤال يا لا معليش اسمح لي، أنا خلنا أكمل لك حتى أبين لك الصورة. لما اليوم منافس لدود بحجم منصور البلوي، ما في أعظم من يعني دخل في مناكفة ومماحكة مع الهلال مثل منصور البلوي، ومع ذلك يقدم خطوة متقدمة من أجل تشجيع الهلال، ويلاقيه الأمير عبد الرحمن مساعد في منتصف الطريق لأجل الوطن. في المقابل اليوم الأمير طلال بن بدر صحيح، عضو شرف نادي النصر ونائب الرئيس السابق صحيح، يقول أن عقلاء النصر سيقفون مع الهلال قبل أندية الوطن، من الخليج إلى الفتح إلى العروبة إلى الاتحاد كلها تصطف. يعني يوم أمس لما في مباراة الفتح والخليج الفريقين يدخلون الملعب، شوف العبارة، هلال الوطن هلالنا وكأس الكأس القارية بطولتنا. هذا يدلل لك فقط يا أبو ساري على أنه في ناس بالفعل تمتلك حس عالي في معاني الوطنية، لكن في نهاية المطاف أنا مش ملكي أنا أسحب هذه الوطنية كراية وأسلمها لآخر. سؤالي محدد، من حق أي مشجع يتمنى هزيمة الهلال أو أي نادي يلعب خارجيا ولا مو من حقه؟ هو بيصل شيء. لا خليه يصل شيء. أنا أقول تصل الازدواجية. حقه. لا تصل تقول هذا ازدواجية. لا أمر مفصول. لا خليني أجاوب. أبو عبد الله بوصلها له. الكلام واضح، هم فصلوا بين المشجعين الجماهير وبين الإعلامي أو كل من عليه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع. يعني أوكي، هو يقول أن المشجع أو الجمهور من حقه أنه يتمنى اللي يبي، لكن الإعلامي أو اللي عليه مسؤولية حتى وإن كان يتمنى يجب أنها تكون بينه أو حتى لا يصرح حتى فيها. الجمهور إذا تمنى المهم لا يظهر فعل شاذ،
لكن الامنيات هو حر فيها. تفضل ابو سالم، انا ابغى اسمع رايك من دون ما تطرح اسئله انا بتدخلنا في شغلات. زين اوكي انا اقول لك، الحين لما يقول مثلا عبد الوهاب قال ان الهلال او النصر او الاتحاد ايا كان اي نادي حينما يشارك خارجيا فيمثل الوطن واي انجاز يحققه فيسجل للكره السعوديه او يسجل للكره السعوديه يسجل للوطن، الكلمه كبيره هذه، ومعنى وفي نفس الوقت من حق اي مشجع عادي ان يتمنى هزيمه ممثل الوطن. كيف اماني هذه انا ما اقدر امشي هذا هو حر. يعني خلينا نعطيك مثال هو رقم كم رايك؟ لا 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 هذا طرح غير منطقي. انت تطرح اسئله الان خلينا نجاوب. لا مو انت ما جاوبتني. انا جاوبك اعظم لو سمحت محمد. ابو عبد الله طرح مثل طرحك معليش، ترى ليش انا ما اقدر اهدى؟ لان طرحك انت يا دباس وانت رجل تربوي قبل لا تكون رجل اعلامي يمكن ان يمرر رسائل يعني محقونه بالتعصب للاجيال للطلاب. يعني يوم امس اداره تعليم الجوف تصدر بيان تنكر فيه على احد المعلمين لما جمع الطلاب ورفع كلنا سدني. هذا المعلم يملك نفس القناعات اللي يملكها دباس. لا مو بصحيح معلش معلش. نعم نفس القناعه اللي تملكها دباس ولذلك ولذلك معلش ولذلك طلع بهذه الصوره. طيب محمد لو سمحت ابو ساري لو هذا المعلم انا خلينا جمع طلاب اتناقش معك بتناقش معك خلينا من راي محمد. انا سالتك سؤال انا ابغى اسمع رايك انت الان. لما تقول لنا ما يمثل الوطن 2005 2006 لما حقق الاتحاد اسيا ما فرحنا كلنا يا اخي. تبي تفرح افرح، ما تبي تفرح بكيفك. انا اتكلم عن يعني انا اتكلم عن الان أنا كره القدم السعوديه بندر. ما هي بحاجه الى انجاز طبيعي الآن. الكره السعوديه المنتخب السعودي بحاجه لانجاز. لو حقق شوف لو حقق الهلال لو حقق الهلال كاس اسيا المنتخب الانديه لو حقق الهلال كاس اسيا زين وحقق بعدها نادي اخر كاس اسيا العشر سنوات جايه والمنتخب يخسر معناتها منتخبنا لا زال مستواه متراجع وما راح يرجع انجازات الانديه. هذا ايش دخله فيفا؟ قاعد تخلط اوراق انت يا ابو عبد الله. انا مش على قضيه اهدى جيبي هذا اقول لك تكلم ابو عبد الله المنطق عندي يعني انت عندك تناقضات اعار انا ترى على اقدر على صوتي اهدى ابو عبد الله اهدى اهدى المعلم لحظه انا ما ادري ايش تبي محمد لو سمحت ابو ساري انا اقول لك ابو ساري لو سمحت انا بقول لحظه لو سمحت بالطريقة هذه ما راح نوصل نتيجة. أوكي. إحنا الآن قاعدين نقدم هذه الحلقة. يا أخي هم يمارسون يمارسون الزواجية. لو سمحت. أنا خليني أقول لك. نقدم هذه الحلقة. بيوصل للزواجية. لا لا مو بس هذه. خليني أقول. أنا بالطريقة هذه ترى ما راح أطرح لك أي تساؤل. ليش؟ خليني. الحين قاعدين يصايحون. خليني أوصل. لا أكلمك. معليش أنا اللي بكلمك تقول ما أطرح لك أي تساؤل. لا لا معليش. محمد أخذ وقته. معليش أخذ وقته ورفع صوته وأنت قاعد تتساءل. لا أبدا لا أبدا لا أبدا أنا ما أطرح لك أي تساؤل. أنا أقول لك يا أبو ساري. أطرح أي تساؤل أرمي المايك وأمشي. الحلقة هذه ليش نقدمها الآن؟ الحلقة هذه ايش نقدمها الان؟ تقدمها دعما للهلال صحيح زين؟ طيب اوكي دعما للهلال انا ما ارى انا ارى ان تحقيق البطولة للهلال ستسجل للهلال نادي طيب. الهلال فقط طيب انا الحين اقول لك شيء لو كان المعلم اللي يتكلم عنه ابو عبد الله جمع طلابه وقال كلنا مع الهلال ايضا ستحاسبه وزارة التربية والتعليم لانه مو من حقه يدخل ميوله الخاصة في المدارس طيب هنا عاقبوه طيب انت ما تدخل ميولك الخاصه في المدارس لو جمعهم وقال كلنا نؤيد الهلال هذا خطا عليه المفروض انه ما يسويه مساله يجي يقول لي والله اعلامي ما يعلنها شخصيه اعتباريه ما يعلنها هذا موضوع ثاني انا اللي اعنيه الجماهير السعوديه الان بكافه الوانها اللي يقول انا مع الهلال او انا ضد الهلال هذه حريه شخصيه ما ندخلها لا في وطنيه ولا وطن ولا دين ما لها علاقه نهائيا في الامور دي كلها طيب ابو عبد الله ما عندي وقت جملة واحدة بطلع التقرير وبرجع جملة بطلع التقرير مع اعداد الزملاء وبرجع ويحاول أن يعيد القارة للاهتزاز من جديد المحيط الهلالي يحرك القارة حتى الآن يا الله ما أخبعك يا هلال هلال المتعة هلال المتعة والفرد تجسدت كل مظاهر الحشد الهلالي من أجل هدف التتويج الآسيوي معنويا وفنيا وكانت البداية من السفر إلى أستراليا لخوض مباراة الذهاب مع وسترن سيدني عندما قررت إدارة النادي طائرة خاصة لنقل الفريق والوصول إلى هناك قبل موعد اللقاء بستة أيام تقريبا وحتى هذه اللحظة
الكل يقف لمساندة الزعيم جنبا إلى جنب، وتزامن ذلك مع رصد إدارة الهلال مكافأة مجزية وصلت إلى 500,000 ريال لكل لاعب في حال التتويج باللقب الآسيوي، بالإضافة إلى وعد من عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال بتقديم 100,000 ريال لكل لاعب، إذ أنجز الفريق المهمة الآسيوية بنجاح. وعلى الصعيد الفني، أثار العرض الهلالي في مباراة الذهب تفاؤل عشاق الأزرق بقدرة الفريق على تجاوز الأستراليين والتتويج باللقب الآسيوي، خاصة أنهم أكدوا على نتيجة تلك المباراة لا يعكس حقيقة ما دار على ملعب الماراتانا بسيدني، ويدخل الزعيم اللقاء مكتمل الصفوف وبدون غيابات بعد أن استرد الفريق مهاجمه ياسر القحطاني الذي غاب عن الذهاب بسبب الإيقاف، وكذلك شفاء كل المصابين وفي مقدمتهم تياغو نيفيز وسالم الدوسري وسعود كريري وسلمان الفرج، مما يتيح للروماني ريجي كانف مدرب الفريق اختيار التشكيلة المثلى لهذه المواجهة المصيرية. الأمال كلها منعقدة على أن يعود الهلال من بعيد ويترجم أفضليته الفنية الواضحة والتي كشفته مباراة الذهاب، المباراة 90 دقيقة قد يأتي الفرج للهلاليين في أي وقت، فالتركيز هو سلاح الخروج من عنق الزجاجة، والكل على ثقة من أن نجوم الهلال أهل للتحدي وتحقيق الفوز والتأهل لبطولة العالم للأندية في المغرب. الهلالي يحرك كل صارة حتى الآن. زعيم زعيم والاسم هبة والكأس لو قال أجيبه. شكرا للزملاء على هذا التقرير. تحول إلى الزميل أحمد أبو مسمار وسط نخبة من الإعلاميين والرياضيين والشعراء. أحمد تفضل. يعطيك العافية بندر وضيوفك الكرام، بالتأكيد نتواصل معكم في مع المشاهير دعما لممثل الوطن الفريق الهلالي حامد الضبعان المنشد المعروف. أحييك عبر السعودية الرياضية أبو صالح. بالتأكيد يمكن تحدث قبل قليل أنه نجتمع في دعم الفريق الهلالي قبل مباراته النهائية يوم الغد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك، أمسي على المشاهدين خلف الشاشات، أمسي على الزملاء هنا تواجدين، وأنا سعيد بتواجدي معهم. الحقيقة الوطن كله هلالي، وغدا كل يعني جميع شرائح المجتمع كلها على قلب واحد دعم لممثلنا نادي الهلال، وإن شاء الله أنا أقول بإذن الله أن البطولة هلالية، وأبارك من الآن إن شاء الله للجمهور الهلال. خلني أتسأل قبل كل شيء، أنت هلالي؟ لا أنا لا هلالي ولا أنا شجع أندية حايل، بس الطائي والجبلين. تحية. تستاهلون. ودعم للممثل الوطن، نشوفك متواجد. حتى لو تحدثنا كل واحد عبر عن رأيه وعن دعمه للفريق الهلالي بطريقته. المنشد أكيد بيعبر عن طريق سبع ينشوده. هذه كلمة من كلماتي كتبتها والله وأنا جاي، فإن شاء الله تعجبكم وتعجب الشباب إن شاء الله. يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي فخر الوطن يا هلالي، لجلك يا هلالي جينا من شانك تعنينا، اعزف انو لا تبالي يا هلالي يا هلالي، لا سدني ولا غيره دمه ذي جماهيره، حقق نصرك الغالي يا هلالي يا هلالي، انت ما احد قدك كساسي لك وحدك بإذن الواحد الوالي، يا هلالي يا هلالي
بكرة لا لعب ياسر زلزل ملعب مناصر يا ويلة الاسترالي يا هلالي يا هلالي بكرة لا لعب ياسر زلزل ملعب مناصر يا ويلة الاسترالي يا هلالي يا هلالي عاش ولد حايل كما يقول عبد العزيز الفريحي. يمكن الانشوده الجميله هذه للفريق الهلالي توقع تتوقعها يفوز الهلال او يخسر بصراحه ومن راح يسجل التوقع؟ طبعا انا اتوقع الهلال ان شاء الله بيفوز وتوقع امنيه اتوقع انه ان شاء الله بكره مباراه ناصر الشمراني وإن شاء الله وياسر القحطاني أبو عبد العزيز بيسوي شيء بكرة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك العافية حامد زميلي بندر أعود إليك. شكرا لك أحمد يعطيك العافية والتحية موصولة لكل الزملاء هناك. أعود لضيوفنا محمد الشيخ عبد الوهاب رهيب دباس الدوسري أبو ساري. كان قبل ما نتحول الزميل أحمد قبل شوي كان معنا تقرير يتحدث عن مباراة الغد بالنسبة للهلال صعبها عليه بعد مباراة الذهاب. أي طبيعي صعبة صارت يعني وهذه أعلنها الأمير عبد الرحمن بن مساعد قال المباراة كانت قبل الذهاب 50% 50% الآن زادت حظوظ سيدني وزادت نسبة فوز سيدني هذا أمر طبيعي وأنا بوجهة نظري أنها صارت أقرب إلى سيدني بنسبة 70% لأن تقدمه بهدف هذا صعب المهمة على الهلال وأصبحت مهمة شاقة وعسيرة جدا ولكن نتمنى إن شاء الله أن الهلال يقلب هالموازين هذه ويحقق النتيجة في مباراة الذهاب فرط في فوز مهم وكان قريب من الهلال عطفا على الفرص الضائعة اللي شفناها. والله شوف أنا أعتقد أن سيطرة الهلال بالشوط الأول أغرت الهلال وأغرت مدربه فإني حقق نتيجة إيجابية من الذهاب وهذا لاحظ أن الهلال ما زال يهاجم طوال الشوط الثاني غير الشوط الأول طوال الشوط الثاني وكان يبحث عن نتيجة. وجهة نظري أنا أن لو كان المدرب تعامل بعقلانية أكثر وخالد بصفر صفر كانت النتيجة أفضل بكثير من وضع اللي فيه الهلال الآن. طيب عبد الوهاب الهلال في هذه البطولة في هذه النسخة فاز في بجميع المباريات اللي على أرضه ما عدا تعادل وحيد. هل ممكن أن نتفائل كثيرا غدا حتى وإن كان أمام فريق صعب؟ وليس صعب يعني صعب فنيا لكن صعب التعامل معه صعب المراس صحيح. سؤالك مره مرتبط برد كنت لتعليق على كلام الاستاذ دباس في مباراه الهلال امام سيدني اللي حدث هو نفس اللي حدث في الجوانزو امام سيدني واللي حدث الفريق الكوري امام سيدني لا نعتقد انه جبنا شيء جديد يعني هذا اسلوب الفريق الاسترالي وهو يعتمد على النقطه هذه يعطيك المساحات يضرب ضربته ويمشي طلع أقوى فريق في آسيا بطل البطولة السابقة بذات الطريقة طلع الفريق الكوري القوي بذات الطريقة الفريق الكوري يسيطر والفريق الصيني يسيطر على المباراة في النهاية يتأهل الفريق الأسترالي كان مقنع فنيا بالنسبة له؟ لا هو ما يبغى يقنع فنيا هو هدفه أنه يأخذ الكاس يفوز بس هو ما يبغى تستغرب أنه كيف يعني أخرج بطل آسيا هل أقنعك أتلتيكو مدريد في الموسم الماضي في تشامبيونز ليج هناك فرق تمتعك ولكن ما تأهلت للنهائي هذا المقصود ولكن أتمنى أن يحدث ما حدث لأتلتيكو مدريد السيناريو تحديدا أنه يحدث للهلال وليس ب 2-1 تكون 3-1 اللي هو درس المفروض نشوفه أتلتيكو مدريد في نهائي تشامبيونز ليج وبعد مشوار هد فيه خصوم كبار يلعب النهائي ويسجل هدف إلى الدقيقة 87 تعادل ريال مدريد ويجيب الفوز وياخذ الكاس منه طيب هذا السيناريو بنشوفه بكره يقدر ياخذ الهلال لكن خلينا اوصل نقطه هذا مو بتشاؤم ترى لما اقول لك ان الفريق هذا قوي وان الفريق هذا صعب المراس وانه نفس الطريقه سواها مع الفرق اللي قبله لكن الامير عبد الرحمن مساعد قال في تصريح اللي طرق له الاستاذ دباس قال كنا رايحين 50 50 واصبحت النسبه الان 75 للفريق الاسترالي و25 للفريق السعودي هالنسبه هذه ليش تغيرت؟ لأنهم لعبوا في أرض الخصم. أنا أتمنى أنه في أرض الهلال ترجع النسبة وتنعكس يعني تغيرت النسبة الميزة كانت للفريق الأسترالي أنه يلعب على أرضه الآن الهلال يلعب على أرضه
هذا جانب يعطيك تفاؤل تقدر تفوز على أرضك. أيضا تاريخك في البطولة هذه أنه ولا خسارة على أرضك تعطي جانب تفاؤل. لكن أنا وجهة نظر خاصة جدا 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 ليس لها علاقة في أي أمر ثاني فني ولا إداري. في مثل هالمباريات من يحسم الأمور اللاعبين. أنا دائما في هالمباريات اللي في صار فيها يعني دق خشوم بالشعبي اللاعب إذا طلع اللي هو نقطة الثبات الانفعالي لدى اللاعبين إنه يسيطر على أعصابه ما يجي يمركب بالشعبي يعني يمسك الكرة يطيح ولا يشوت الأرض لا ثابت راسي يعرف وش يسوي. أعتقد تجاوزوها تتكلم اللاعبين لا ما في للأسف في الوطن العربي مو بس في السعودية مي موجودة بس متعودين يعني متعودين. أنا أعطيك سواء مع المنتخب سواء مع أنا لا 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 المباريات الصعبة النهائيات مثل هذه نادر تلقى راحوا الجيل اللي كانوا يجيبونها من الملعب. بس هي مو أول مرة يلعب على النهائي. أنا أتمنى أنها تكون موجودة لدى اللاعبين. أنا بذكر لاعبين الهلال بنقطة مهمة. منتخب البرازيل في كأس العالم في فرنسا كان طوال البطولة بداية التصفيات أفضل من فرنسا كعطاء في داخل الملعب وأداء أفضل من فرنسا. وكل العالم كانوا متوقعين قبل المباراة النهائية إذا ما خلت الذاكرة يمكن المجموعة شافوا المباراة ولحقوا عليها وتوقعوا فوز البرازيل معي. اللي حدث إن الفرنسيين 90 دقيقة يركضون أكثروا الأخضر واليابس فازوا بثلاثية ما حد متوقع رونالدو وروبرتو كارلس يضيعون في 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 خضم العاصفة الفرنسية. المقصود إنه اللي أقصده أنا إنه اللاعبين بإذن الله بعد توفيق الله بإيديهم إنهم يجيبون النتيجة مهما كان الخصم إذا أيقنوا ذلك. طيب محمد الكثير يقول لا تخشى على الهلال إلا من الهلال في مباراة الغد. يعني إذا كان الهلال لا سمح الله ما هو في يوم بكرة راح تفلت منه البطولة بكرة وفي وسط 70,000 متفرج ودعم لا محدود على كافة الأصعدة للفريق الهلال في هذه البطولة كيف ممكن يفوز الهلال؟ طبعا كيف يمكن يفوز الهلال هناك شيء قبل المباراة وأشياء داخل المباراة. قبل المباراة احنا شفنا يعني تحركات الإدارة العمل الإداري طوال الموسم وأيضا قبل المباراة شغل ريجي كامب واضح جدا أفرز هذا وصول النهائي وأفرز أيضا مباراة الذهاب قدم فيها الفريق مباراة كبيرة. أنا أتفق بنسبة كبيرة مع زميل عبد الوهاب ولكن أختلف أنه الهلال تخون المباريات مثل هذه مثلا أو لابد أن اللاعبين يعني أنت في مباراة الإياب كل شيء حضر في المباراة الذهاب. في الذهاب حضر التكتيك المتقن حضر عطاء اللاعبين حضرت الروح صح لاعب أو اثنين ما قدموا غاب الأهم المستوى يعني. غاب الأهم اللي هو هز الشباك طبعا أيضا لا يعني يجب أن نكون واقعيين لا يعني الناس تتكلم عن مباراة الذهاب وتبني على مباراة الإياب. الهلال مربي صورة مشابهة لهذا الواقع في نصف نهائي 2011 حينما قابل ذوبهان الإيراني قدم مباراة كبيرة في أصفهان حتى أنه الحكم تجاوز عن ضربة جزاء كان قريب من الفوز وجه في الرياض لم يقدم شيء مما قدم الفريق الكوري في إيران وأيضا مع أولسان الكوري انهزم برباعية بعد أن خسر بواحد في سيول. وبالتالي أعتقد المباراة بين أقدام اللاعبين بتاريخهم أنا أختلف أيضا مع أبو فرح كل لاعب في الهلال يمثل تاريخ بدءا من كواك لاعب عمره يمكن 33 سنة وحقق دوري أبطال آسيا مع ناديه السابق سعود كريري محقق بطولته ومشارك بقية اللاعبين يعني لهم الخبرة ما لكن لا 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 تاريخ لا لا على الصعيد الدولي لا 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 على الصعيد الدولي أعتقد ما بقى إلا الشلهوب من اللاعبين اللي لهم تاريخ بطولات يعني نقول تاريخ حاضر في البطولات تاريخ حاضر اسم في دوري أبطال آسيا لا اسم. مشاركات على مستوى المشاركات في دوري أبطال أنا آسيا أنا أقصد في النهائيات يعني مش يعني اليوم ممكن نادي الأهلي غاب فترة طويلة وجا شارك ووصل النهائي نقول قد تخذله الخبرة اليوم الهلال ما في شيء يفترض شيء يخذله خصوصا أنت تنتظر 70,000 متفرج لا لا مع الجيل الجديد يحتاجون يمكن يقصد طبيعة المباراة أنها نهائي آسيا هو جيل جديد ونهائي يعني بطولة يعني قوية الفريق. أنا أقول فقط اللي يؤثر على الهلال بكرة أنه مهزوم 1-0 بدليل لما دخل مرتاح ونتيجة غير مكشوفة في مباراة الذهاب رغم أن العوامل كلها لصالح الفريق الإسرائيلي قدم مباراة جميلة وكان أقرب للفوز. أنا أقول القضية قضية عطاء هز شباك كل شيء متوفر في الفريق الهلالي من أجل حقه. طيب بالنسبة للإعلام الرياضي إعلام السعودي أبو ساري هل لمست أن هناك تخدير
إعلامي بالنسبة للهلال. يعني اليوم أنا قرأت تصريح لأحد لاعبي سيدني كان مترجم يقول أن الإعلام السعودي خدر الهلال قبل مباراة الذهاب بأن